ياسر يا فندم، ياسر مع حضرتك. ايمن ايمن، ثواني ثواني يا اولاد، ثواني يا اولاد. اضحك يا استاذ اضحك. بصوا لي يا استاذ لو سمحت، بصوا لي يا استاذ. ثواني يا جماعه، سمير انا ياسر بحب حضرتك جدا، مش مصدق ان انا شايفك. وانا ليالي مصريه بس كنت عايشه في ستيتس، بموت في افلام. خلاص خلاص كفايه كده، انا مصري مصري عايش على الشغل. ثانيه واحده على الشغل، ايه مش هنشتغل ولا ايه؟ يلا 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 الشغل. ايه يعني يا جماعه؟ ايه يعني في نجم في ايه؟ يلا 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 ياسر، يلا يا ليالي، انا الاونر هنا يا باشا. يلا يا ليالي. على فكره انا اونر زيه بالظبط. معلش يا ليالي، معلش يا ليالي، معلش يا ليالي. انا بحب حضرتك جدا جدا جدا. ناخد صورة بقى لو سمحت. اوي اوي، اتفضل. تمام. انت عارف بقى انا بحب حضرتك من ايام ايه؟ لما كنت بتطلع على بيسا وتقول بوليس. اه انا بقى عايز حضرتك في موضوع مهم جدا. اه بس يا رب ما يكونش فلوس، لان الدلال مش هطباني. انا عايز اتكلم معاك في موضوع الحب. اه لاموري دوتوري، انا مبسوط ان لقيت واحد عاقل في الكافيه ده. يا اشمعنى نقيتني انا بالذات يعني تتكلم معايا في الموضوع ده؟ عشان الايمج بتاعتك يا استاذ سمير، انت معروف عنك من زمان ان مفيش واحده عرفت تقف قصادك. حياتك لغايه دلوقتي، بس انا ما احبش اتكلم واعمل في صمت. طب قول لي سرك ايه؟ والله يا حبيبي مش مساله سر، هي خبره خبره. شوف الشغل بيجيب شغل، الستات بتجيب ستات. انا من علاقتي مع الست دي والست دي والست اللي هناك والست اللي بالجنب والست اللي هنا دي، لقيت ان العمليه دي عمليه صعبه، بس انا بلعتها لدرجه انا بقيت موسوعه حريمي. الله اكبر. طب قول لي رسيني، لو واحده عاصيه عليا كده ومش عارف اوقعها اعمل ايه؟ جلس. جلس سعر؟ لا مش الجلاطي، لا لا، جلس الغيره. الغيرة تموت الست، فهمها ان مش هي بس اللي في حياتك ده. قولها الحريم تحت رجليا كده، النسوان كده، تموت تتجنن. الغيرة تخليها بصالك وتقول لك نفسي في واحد ليمون ساقع. اجيب لها ليمون مش مشكلة. اوكي بعت لها ليمون، بس انا دلوقتي عاوز واحد ليمون ساقع. حضرتك عايز ليمون؟ سبع ليمون يا ابني، سبع ليمون بسرعة للأستاذ سمير. إذن جلس الغيرة.